سأقوم بعمل برهان سريع لماذا أقطار المعين تكون متعامدة. وتذكروا فإن المعين عبارة عن متوازي أضلاع، حيث أن جميع أضلاعه متساوية. في الحقيقة إذا كانت الأضلاع الأربعة جميعها متساوية، بالتالي يجب أن يكون متوازي أضلاع. وحتى أجعل الأمور واضحة، فإن بعض المعينات عبارة عن مربعات لكن ليست جميعها، لأنه يمكن أن يكون المعين هكذا، حيث أن قياس الزوايا لا تكون 90 درجة، لكن المربعات هي معينات لأن جميع المربعات تحتوي على زوايا قياساتها 90 درجة، وليس هذا ما يجعلهم معينات، بل أن جميع الأضلاع متساوية. جميع المربعات هي معينات لكن ليس جميع المعينات تكون مربعات. الآن بعد هذا كله دعونا نفكر بأقطار المعين، وحتى نفكر بذلك بصورة أوضح بعض الشيء، سأقوم برسم معين، سأدوره قليلا يتخذ شكل الجوهرة تقريبا، لكن لاحظوا أنني لا أغير خصائص المعين بل أغير اتجاهه قليلا، أنني أغير اتجاهه. إذن المعين وفقا للتعريف تكون أضلاعه الأربعة متساوية. الآن دعوني أرسم واحدا من أقطاره، والطريقة التي رسمته بها تجعله يبدو وكأنه جوهرة. واحد من هذه الأقطار سيكون على طول الأفق هكذا. الآن هذا المثلث الموجود في الأعلى والمثلث في الأسفل كلاهما يتشاركان بهذا الضلع، إذن هذا الضلع بكل وضوح سيكون له نفس الطول لكل من هذه المثلثات. في الضلعان الآخران للمثلثات سيكونان متساويان، إنهما أضلاع المعين الحالي. جميع أضلاع هذا المثلث العلوي والمثلث السفلي متساوية. إذن هذا المثلث العلوي وهذا المثلث السفلي متطابقان، إنهما مثلثات متطابقة. إذا عدت إلى وحدة الهندسة في كتابك ستستخدم نظرية ضلع وضلع وضلع SSS لإثبات ذلك. إذا كانت الأضلاع الثلاثة متطابقة فستكون المثلثات متطابقة. هذا يعني أيضا أن جميع الزوايا في المثلث متطابقة، إذا الزاوية المقابلة لهذا الضلع، هذا الضلع المشترك، ستكون مطابقة للزاوية المتناظرة الموجودة في المثلث الآخر. الزاوية المقابلة لهذا الضلع ستكون مساوية لهذه. الآن كل من هذه المثلثات أيضا متساوية الساقين، أي أن زوايا القاعدة ستكون متساوية. زاوية القاعدة هذه وزاوية القاعدة تلك، هذا مثلث متساوي الساقين مقلوب، وهذا جانبه الأيمن في الأعلى. وإذا كانا متساويان بالتالي فإن هذان أيضا متساويان، سيكونان مساويان لبعضهما البعض لأن هذه المثلثات متساوية الساقين، وهذان أيضا سيكونان متساويان لأنهما مثلثات متطابقة. الآن إذا أخذنا ارتفاع، لا يجب أن أتحدث عن هذا، فلا أعتقد أن له علاقة عندما نريد أن نثبت ما يتوجب علينا إثباته. إذا أخذنا ارتفاع من كل من هذه الرؤوس أسفل هذا الضلع، إذن الارتفاع من خلال التعريف سيكون عموديا هنا. الآن المثلث متساوي الساقين متناظرا تماما. إذا وضعت ارتفاع من الأعلى أو من الزاوية المميزة أو الرأس المميز في المثلث متساوي الساقين، ستقسمه إلى مثلثين قائمين متماثلين، مثلثان متماثلان طبق الأصل. أيضا ستنصف الضلع المقابل، هذا الارتفاع في الحقيقة يتوسط المثلث. الآن يمكن أن نفعل هذا على الضلع الآخر وسيحدث نفس الشيء. سننصف هذا الضلع هنا، هذا مثلث قائم، ولذلك سيكون مركب هذين الارتفاعين عبارة عن قطر هذا المعين، ويكون بزاوية قائمة على قطر المعين الآخر، وينصف ذلك القطر الآخر للمعين. يمكننا تطبيق نفس الشيء هنا. يمكنك أن تفكر بالمثلث متساوي الساقين هنا، هذا ارتفاعه، ويقسمه إلى
مثلثين قائمين متماثلين، إنه ينصف الضلع المقابل، إنه يتوسط ذلك المثلث أي مثلث متساوي الساقين، يكون فيه هذا الضلع مساويا لذلك الضلع، وإذا وضعت ارتفاعا فسيكون هذان المثلثان متماثلين، وستنصف الضلع المقابل، وبنفس الجدل هذا الضلع يساوي ذلك الضلع، إذن قطرا أي معين يكونا متعامدان وينصفان بعضهما، متعامدان وينصفان بعضهما. على أي حال أتمنى أنكم وجدتم هذا مفيداً.